صوت اللعبو على رتبة واحدة ما مقبولش منك حتى شي حاجة أخرى، فلذلك كاين بزاف ديال المشاكل المتعلقة بما هو نفسي وذهني، لكن الحمد لله اشتغلنا على هذه الأمور كاملة، خدينا مباريات من مستوى عالي باش إفكتيفمون نقدرو نقاومو هذه الأمور هذه أمام جمهورنا، وإن شاء الله ما يكون غير بخير. فبالفعل الحمد لله كاين هناك واحد الخزان مهم ديال اللاعبين، وذكرتي الفريق الرديف اللي حتى هو يطرق لهذا المنتخب، لكن تيبقى ما خصناش نحرقوا به المراحل، دراري صغار يعني ما عندهمش واحد التجربة كبيرة، بالعكس اللاعبين اللي في اللائحة تقريبا واحد المدة هما مجموعين، حنا لاعبين في بلادنا والمجال الخطأ ما خصوش يكون، ونتجنبوا اي سوربريز. كاين لاعب اللي ملي تيلتحق بالفريق الاول تيبقى له واحد يعني واحد التخوفات، وتيكونوا تغييرات على المستوى النفسي، فلذلك ارتأيت انه نبقاو باللاعبين اللي خداو الماكسيموم ديال لي ماتش وفاهمين الطرق ديالنا ديال العمل، وتنظن هي كانت احسن تشكيله ممكنه اللي اخترناها لهذا الكاس. بالنسبه للنجاح ديال اي فريق يمكن لك تشتغل مثلا 6 شهور ولا 3 شهور ولا عام وتقدر تحقق به واحد النتيجه، يعني ما المده ما تقدر ما تكونش كبيره، لكن باش تحافظ على هذه الرياضه وتولي تبقى يعني مستمره في التوهج في البلاد ثم تحافظ على القمه، تبارك الله من 2016 اول لقب المغرب غادي في هذا المسار، فخصك دير واحد البرنامج كبير اللي تيفوق حتى 4 سنين اللي فيها هاد الأمور اللي قلتي، تكوينات فئات، تكوين لاعبين، تكوين مدربين، استراتيجية اللي دارت مع لا فيديراسيون اللي خلاتنا نكونو اليوم من المرشحين بالدفاع ولا المنافسة على اللقب، فتنظن أنه باش تبقى مدة طويلة خص يكون مشروع طويل، ولكن تدبير المنتخب فهو فريق بحال الفرق الأخرى. بالنسبة ليوسف جواد كنت معك صريح، سيتي جوست لأنه حنا كنا تنهيئو لكأس العالم، لكن الإرادة ديالو والعزيمة ديالو ما حبش من الخدمة، يعني كتعرفو ليل سيا ستادير لو كامو كخوازي تيطلب أوموان 8 موا حتى ترجع للأداء، هو رجع في 6 شهور، درنا له جميع الاختبارات الممكنة لا طبية ولا ذهنية ولا حتى في التدريب، ابخيل مع مشاركة مع جميع الأطباء اللي عندنا ماشي غير المنتخب الوطني كلهم اتفقوا أنه قادر يلعب، تبارك الله عليه جاء في الوقت المناسب لأنه لاعب موهوب، فمنا تنشوف أنه باش تاخذ واحد الغيمه ديال منافسه ما ولا واحد المباراه خصني جوج عوامل يكونوا معايا، خصني نكون انا اون اكسيون، انا اللي نكون في الفعل ماشي في رد الفعل، ولا لي مون سوربريز يكون عندي انايا نكون امبريفيزيبل، دونك هادو كل مره تنبحث كيفاش نكون فيهم، الا مشيت وقلت فوالا راه حنا مزيانين وغنبقى ناخذ الامور بنفس الطريقه ربما نبقى مشكل، لان الفرق تيعرفونا حافظين لديطاي ديال اللاعبين ديالنا، مباريات ديالنا كلهم كاينين في المواقع كيشوفوهم، فلذلك خص التطوير والتجديد وديما البحث عن وسائل اخرى اللي ما يتوقعهاش الخصم، والتواضع تواضع اللاعبين يحطوا رجليهم في الارض يعرفوا انه قدامنا واحد الخصم اللي خصنا نحترموه ونتوقعوا اي حاجه ممكنه، ربما هذه العوامل تقدر تساعدنا باش نبقاو في القمه. المنتخب الانغولي كما شرحت لي هو منتخب قوي باش الجمهور يتعرف عليه، عنده واحد الانديفيدياليتي، عنده واحد المهارات كبيره وكبيره بزاف، لاعب الافريقي خصوصا كيلعب واحد بدون ضغط، وهذا لو جو ديالنا تيتطلب هذيك التقنيه وعدم الضغط، فغادي تشوفوهم في الماتش انهم لاعبين ممتازين، اضافه ان لونكادرمون تكنيك ديالهم يعني السطر ديالهم برتغالي، المدرسة البرتغالية هي الأولى حاليا في العالم، هما أبطال العالم هما أبطال أوروبا، فما ننتظروش أنها مباراة غادي تكون سهلة، مباراة غادي تكون قوية بزاف، إن شاء الله داكشي التصور والتخطيط والاستراتيجية اللي هيئنا ليها نتمنى من الله أنها توفقوا فيها. بالفعل هو مشكل إيجابي، أنا تعجبني أننا نتحطوا قدام واحد التحدي باش نغيروا ونطوروا ونجددوا.
لذلك حنا كل مرة المباريات ديالنا واخا كيطلبوا منا نقلوهم تنقلوهم. هاد الرياضة ديالنا شوية فيها خصك تخبي الأسلحة ديالك، الكومبينيزون، السيستيم ديال لاغيتي، ومالغي سا أنا تنحاول نخلي المباريات يتنقلو. شنو كيوقع؟ أنهم كيدفعونا حنا باش نزيدو نجتهدو، منبقاوش باش نزيدو نتبدلو. دونك هذا هو المشكل بالنسبة ليا، هو حافز اللي تيخلينا نجتهدو.